بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ كيف نتعامل مع أكثر من مسار أو أكثر من تراك في برنامج الأوديسيتي. مبدئيا بدي أسجل صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتعرف اليوم على التعامل مع أكثر من مسار في برنامج الأوديسيتي. أنا سجلت صوتي، راح على مسار معين. لو سجلت مرة ثانية الصوت راح يكمل على نفس المسار. بإمكاني أضيف أصوات ثانية من الخارج عن طريق إني أسحب الملف وأفلته داخل برنامج أوداسيتي، أو أروح على فايل وإمبورت الأوديو، أختار من هون نوع الملف اللي بدي أعرضه، بختار وين مخزن الملف، بعدين بختار الملف اللي بدي إياه وبقول له أوبن، حطلي الملف بمسار تحت المسار اللي عندي كان. لو شغلت، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاحظ انه في عندي صوت امواج بحر وفي عندي صوتي. صوتي عبارة عن مونو تراك واحد، اما صوت البحر فهو عبارة عن ستيريو مسارين، واحد للليفت وواحد للرايت. بامكاني لما بدي اشغل اعمل سولو، معناه اعمل ميوت لكل الاصوات التانية. لاحظوا انه مباشرة عمل ميوت لهذا الصوت، ولو في اصوات تانية اعملها ميوت. لو شغلت بس بسمع صوت البحر. لو لغيت السولو وعملت له ميوت، هذا الصوت بصير صامت ما فيش له صوت، وهذا الصوت اللي بسمعه فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نرجع صوت البحر سولو ونتعلم بعض الأمور. لو شغلته بإمكاني ألعب بتعليت وتوطات الصوت من هون، هاي المنطقة بإمكاني أغير على أي سماعة يروح أكثر، على اليمين أو على اليسار. راح أغير هلأ في الخاصيتين هدول ونشوف كل واحدة شو تأثيرها. بلاحظ لما ألعب بالليفت والرايت المنطقة اللي هون ال L وال R هي اللي بتطلع سواء ليفت أو رايت. مرة تانية إذا بحب أسمع الصوت بطريقة أسرع شوية أو أبطأ شوي، في هاي المنطقة بتتحكم لي بالسرعة. لو شغلت لكن هاي السرعة ما لها علاقة بالمنتج النهائي للصوت. نرجع الأصوات كلهم بيطلعوا. الآن في عندي من الأدوات أداة التحديد اللي كنا نشتغل عليها من أول، في عندي أداة تانية للموف أو الشيفت. هاي الأداة لو اخترتها بقدر أمسك أي مسار بدي إياه وأزيحه، أحطه بالمنطقة اللي بدي إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. في عندي أداة تانية اسمها الانفلوب. الانفلوب لما اختارها بيعمل المسار منطقة رمادية فاتحة ومنطقة رمادية غامقة. هاي المنطقة لو مسكتها من أي منطقة على الزاوية ورفعت أو نزلت الصوت بيعمل له تضخيم أو تقليل. في مجال لجزء من الصوت أعمل هاي الحركة مش لكل الصوت. بمعنى أنا عند هذا المكان بدي أوطي الصوت، فباجي هون بكبس وبنزل، بلاحظ إنه هاي المنطقة وطي الصوت. بدي بهاي المنطقة أكبس هون برضو أخلي نفس العلي، وأجي هون أرد أعلي. بإمكاني أجي هون وأعلي وأوطي، فالمنطقة اللي بدي إياها بوطي الصوت أو بعلي. بنزل هاي شوي أقلل وأشوف كيف بده يصير الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتعرف اليوم على، بلاحظ انه الصوت لساته عالي شوي، بقدر اوطيه اكثر وابدا اشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتعرف اليوم على،
بإمكاني برضه هذا الصوت أعلي شوي من الزوايا عشان يتضخم، وأجرب الصوت من المرة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. بلاحظ بهاي المنطقة بصوت الصوت مش للكل. من أول أخذنا كيف عن طريق الإفكت أعمل أمبليفاي لكل الصوت، أما الانفلوب كامل جزء من الصوت بعليه أو بوطيه زي ما بدي. إذا خلصت كل إشي بقدر أروح على فايل إكسبورت، إكسبورت أز إم بي 3 وخرج الملف اللي بدي إياه. الوظيفة المطلوبة منكم راح أعملكم ملف صوت البحر، أنتوا تاخدوه وتسجلوا أصواتكم، وعند منطقة ما أنتوا تحكوا توطوا صوت البحر وبعديها تردوا تعلوا. ممكن توطوا أكتر من هيك عشان يصير الصوت واطي كتير يكاد يكون مسموع، وخلوا صوتكم خلال أول 10 ثواني فقط. وتحملوا لي الملفين، ملف قبل ما توطوا الصوت تبع البحر وملف بعد ما وطيتوه. يعطيكم العافية.